اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا ببساطه سهوله مرونه، معانا صدور فراخ مفرومه، هنعمل صينيه الرقاق بالفراخ الدجاج المفروم، ومش مقتصر بس على لحمه مفرومه ضاني او كندوز الرقاق، الرقاق منه الناشف ومنه الطري، جايبين الرقاق الطري الجميل الحلو، ممكن تعمليه سندوتشات فاهيتا، تعمليه مع مسخن دجاج حسب الرغبه، ازاي نعمل صينيه رقاق بتفاصيلها بتركياتها مع بعض مع دجاج مفروم، اعتقد ان الدجاج قليل الدسامه شويه مش دسم زي اللحمه الضاني. معانا النهارده البتنجان العروس الاسمر الجميل هنعمله بالدقه والطشه. ده طبق بيتحط جانبي جنب كشك جنب صينيه رقاق جنب طبق فته، السفره ما تخلاش من انواع المقبلات، انا انصحك تعملها في البيت زي البتنجان المخلل، طبق خيار سلطه، الحاجات اللطيفه ديت بتقوم بدورين، دور الطبق السلطه ودور المخلل. معانا البتنجان هنعمله النهارده بطريقه لطيفه وجميله. المفاجاه بقى النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس مخرجنا الجميل التين الشوكي اللي في كل حاره وفي كل شارع وفي كل مكان رايحين جايين، اديني ثلاثه في طبق اديني اربعه في طبق، والراجل بصراحه هو اللي بيقشره، عشان انا اقشره ممكن اقعد خمس ايام ما امسكش السكينه من كتر الشوك. معانا التين الشوك النهارده هنعمله ايس كريم، مفاجاه ازاي نعمله ايس كريم بتفاصيل بسيطه وسهله زيه زي المانجا، هنشوف ازاي نقشرها وناخد طبعا الحاجات الجميلة اللي موجودة فيه ونعمله آيس كريم مع بعض. واعتقد ان التين الشوكي من الحاجات المفضلة وبتيجي في الصيف شوية كده وبتختفي، فاحنا بنستناه من الصيف للصيف عشان نعمله آيس كريم. تعالوا نعمل آيس كريم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله بص لو في وقت هقشر التين الشوكي بس انا خايف يعني. هنسحب الحاجات دي كلها عشان نشتغل فيها مع بعض. حليب المركز، كريم شانتيه، ناخد كده الكريم شانتيه اهوت بنسقطه في الدورق بتاعنا اللي بنشتغل فيه كل مرة، دي العده بتاعت الايس كريم. كريم شانتيه معمول بحليب بودر، ونجيب كريم الشانتيه البودر مع حليب مسلج او مرن. فين ده؟ ده بقدونس. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انت عايز توريني الصوره الحلوه؟ انت مبدع يا غالي حبيبي والله. قريت يا باشا، ده انا حافظك زي ما انت حافظني حبيبي يا شفيق، مخرج مبدع في كيمياء، والكيمياء دي لما بتتواجد ما بتفارقش الاحبه. ده الكريم شانتيه، خلصنا منه. حلو تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد شويه العسل الحلوين دول، بما ان التين الشوكي بيبقى فيه شويه ايه مزازه، يا ويلي يجعل ايامنا عسل يا رب، قولوا امين. حلو، ننزل على العسل بالحليب المركز. الله، حلو قوي. نيجي بقى لمين؟ لعم التين الشوكي ده. ده انا خايف امسكه. هنجيب شوكه كده، حلو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونهرسه كده. الله، وتجيب المستويه. ويا سلام لما تاكلي بقى الايس كريم ويطلع لك التين الشوكي كده تحت اسنانك وانت بتاكلي، زي المانجا مثلا لما بناكلها بتلاقي فيها طعم المانجا وعصير المانجا وسموزي، ده التين الشوكي جاهز اهو. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب دي كده هنا، بسم الله. طاووس، حلو، شيلها كده ونحطها جانبي كده، وناخد الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها دي كده هنا واحده واحده كده. اللهم صل على النبي. ايه ويلي، دي مانجا ولا تين شوكي؟ ايس كريم تين الشوكي حصري. ممكن تعمليه سموز على فكره، ممكن تعمليه عصير. نعم يا غالي، هو انت ليه عايز تشوكني؟ هشرب لك واحده. حاضر، معانا وقت؟ ايوه، اللي اعرف اشرح لك من لابس جلافزات ما تقلقش، معناش وقت. حاضر، المهم ان انا بشتريه بتقشر جاهز، بتلبس الجلافزات زي ما انا لابس كده وبتقشريها بسكينه صغيره تطلع معاك زي الفل. تعالوا بقى نخلط ده كله مع بعضه كده اهو. يا ويلي يا ويلي، يتحط ده طبعا في الديب فريزر يتحط.
العسل مع الحليب المركز مع الكريم شانتيه. الله، ايام الحر دي وايام الصيف دي عايزه ليه تين الشو كده؟ ايس كريم. لو شافني الراجل اللي بيبيع التين الشوك اللي بشوفه على ناس الشارع، بدل ما بيبيع الواحدة بخمسة جنيه هيبيعها بعشرين جنيه. لقينا ايه؟ وظيفة تانية للتين الشوك اللي هو الايس كريم. حلو، تسلم ايدك. شيل ده كده، نخليها هنا ونجيب الكاسات الحلوة دي يا عم الشيف. يبقى في المقدمة هنا، يستاهل والله الاختراع ده، لازم يستاهل. ونصب كده. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحاجات اللي بتنزل دي؟ كمان واحدة، كمان واحدة. على فكرة تقدر تحطها في الديب فريزر شوية على ما نتغدى، نضرب صينية الفراخ دي مع البتنجان ونحل بالايس كريم بتاعنا ده. وما تقولوش للضيوف ده ايس كريم ايه، هم اللي خلوهم اللي ايه يعرفوا التعامل ايه. على فكرة مش عيبة يعني، انتوا تقولوا ما انا عامل لكم ايس كريم، واللي هيقول ده ايه هديله اتنين تلاتة وهو ماشي. عندك حماتك، عندك ماما، لو قلت يا مامي ده ايه، لو قلت يا حماتي يا حلوه ده ايه، هديكي اتنين تلاته تكاوي وانت ماشي. حلو الكلام؟ تقدري تعملي حاجه حلوه بقى. انا مخرجنا عايز نخلص، حلو الكلام، وانا حشر شويه عايز اقشر التين الشوك، فانا هنهي الحلقه واستاذن مخرجنا اقف جنب الايس كريم ده اقشر حبيتين تين وازين بهم الايه الكاسات الحلوه دي كده، يا عشان الضيوف يعرفوا ان ده ايه، ايس كريم تنشوك. يلا بينا، يلا بينا. حلقتنا النهارده تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا صينيه الفراخ الحلوه بالرقاق وشفنا تفاصيلها، وعملنا شويه بتنجان مخلل هم على السفره البطل على فكره مع كل حاجه زي الفل، وعملنا ايس كريم تين الشوكي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. يعني نقول رؤيه وفن وابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.